بادرت جامعة برج بارانيج، وذلك باجتهاد من أساتذة ومهندسي مخابر لإنتاج محلول للتعقيم الذي سيوزع على مختلف القطاعات. هذه المبادرة قام بها أساتذة من جامعة محمد البشير إبراهيمي وطلبة متطوعين في هذه العملية وكل الطاقم الإداري للجامعة، ونحن على يقين بإذن الله أنه رغم هذه المبادرة أنها بسيطة، لكن بإذن الله أنها تساهم بشكل كبير في حد من هذه الأزمة التي تمر بها البلاد.